يلا عندي سؤال لكم اثنيناتكم. اليوم كل واحد هينا نقول فيكم يعني عمالكم بتحكي عنكم، ولكن اليوم خبرتكم مع بعض، علما انه منا اول خبره، بس اول خبره حتكون سوا على المسرح. كيف كانت خبرتك مع عادل وكيف كانت خبرتك مع جورج؟ ممتازه. انا يعني بالنسبه لي تسلينا وبعد عم تسلى، في تعب كثير بس في متعه، في متعه تحدي بعمل قايم علينا اثنيناتنا ساعه ونص، فمتعه مع رهبه مع تسليه مع تعب، يعني هذا المسرح بالنتيجه، هذا مجموع المسرح. مثل ما قال جورج يعني مع فعلا متعه، بزيد عليهم انا انه تجربه حلوه كثير بالنسبه لي لاول مره بهيدا النوع من المسرح، وخاصة مع جورج. جورج اسم رائد كبير بمجال المسرح وانا من المعجبين فيه، ورح اقولها هلا لحلو اياه انه انا كثير مبسوط انه واخيرا تعاوننا سوا وبالمسرح تحديدا. حبيبي اكثر منكم اعمال سوا اكثر، خلينا فينا نقول بس جورج اكيد اكيد اكيد. بدي اقول لك شغله، حتتفاجئوا بهذا الرجل بهذا النوع بالمسرح، تذكروا كلامي، رح تشوفوا عادل كرم جديد بابعاد فظيعه بموهبته، بعتقد اهل انه تكتشف وبيستحق هذا المطرح.